النجمة آيتن عامر، أهلا وسهلا فيك على راديو الرابعة. أهلا وسهلا بك. اليوم أنت منورة في دبي، خبرينا تواجدك في المهرجان. هتكرمي حد ولا ضيفة؟ لا أنا بتكرم النهاردة، وأكيد مبسوطة أن أنا باخد جايزة عن حاجة عملتها السنة اللي فاتت وعجبت الناس، وكم مبسوطة أن أنا بقابل زمايلي النهاردة. هالتجمعات قلت في كام سنة اللي فاتوا، بس مبسوطة جدا أن أنا قابلتهم. وأكتر بقى حاجة مفرحاني أن أنا جيت دبي بعد فترة انقطاع طويلة، فيعني مبسوطة قوي أن أنا شفت البلد من تاني. لمين بتهدي الجايزة اليوم؟ باخد جايزة النهاردة عن دوري في رمضان اللي فات، كان ممثلة دور تاني، وبجد سعيدة بالجايزة دي جدا، لأن الدور اللي أنا عملته حقيقي كان دور صعب وخد مني مجهود كبير. صح. شفنا البوستر الرسمي لمسلسل عنبر 6، خبرينا أكتر عن المسلسل. عنبر 6 هيتذاع إن شاء الله في منتصف الشهر. أنا عندي فيه ظهور خاص كده بشخصية منى. منى هي إحدى السجينات وليها قصة هنشوفها من خلال الحلقات. سعيدة جدا بالتجربة مع المخرج علي العلي، وسعيدة بالتعامل مع إيجي الفيلم، سعيدة إن ده أول عمل من أعمال شاهد الأصلية اللي أنا بتعامل معهم لأول مرة تقريبا، رغم إن أعمال كتير عندهم على المنصة، بس أكيد مبسوطة طبعا أنا بتعامل معهم المرة الأولى. ويعني عنبر 6 تجربة خاصة جدا، أتمنى إن شاء الله أن أنا أعمل فيها دور يبقى مختلف عن الحاجات اللي عملتها قبل كده. التعاون مع النجمة سلاف وخرجي لأول مرة، كيف شفت التعامل معها؟ الحقيقة سلاف صديقة من زمان، صديقة لجوز أختي وأختي، وأنا كممثلة بحبها جدا جدا ومن عشقها. يعني كانت عاملة دور عظيم في أسمهان، وأنا تعلقت بشخصيتها جدا في المسلسل ده، وحقيقي سعيدة بالتعاون معها ومع صبا ومع كل البنات الحقيقة. وفاطمة الصفي من الكويت كمان كسبت صديقة يعني جميلة الحقيقة، وكل البنات اللبنانيات بقى، كل البنات اللبنانيات بقى وصحابي متفقين يجوا لي مصر وبروح لهم لبنان وكده. طيب كلمة أخيرة للمستمعين راديو الرابع واللي بيشوفوك هلا على السوشيال ميديا. استنوا كل أخباري على راديو الرابع، وإن شاء الله يا رب تبقوا متابعين دايما كل الإيفنتس وكل الأحداث ومغطيين كل حاجة بتحصل في دبي.